السلام عليكم. اليوم الأربعاء 19/6/2024، الكهرباء مقطوعة على بعض مناطق الكويت بسبب أن التيار الكهربائي أو استهلاك التيار الكهربائي تقريبا وصل إلى المعدل الأعلى لاستهلاك الكهرباء، فضغط التيار الكهربائي سبب خلل وعطل في بعض محطات أو محولات التيار الكهربائي. يا جماعة الصيف هذا يا جماعة إلى الآن تقريبا ذروة الحرارة بالصيف هي تقريبا آخر شهر 6 يعني وشهر 7 يعني. الآن قبل لا نوصل الذروة الآن تقريبا درجة الحرارة أكثر من 50، وصل أكثر من 50 درجة مئوية. سنة 2005 تقريبا أو 2006 كان في قطع مبرمج على بعض مناطق الكويت، كل منطقة مثلا ساعتين وغير، لأن محطات توليد الكهرباء صارت ما تغطي حاجة الكويت للتيار الكهربائي. لما صاحب السمو أمير البلاد يقول في خطابه الأخير أن إحنا وصلنا إلى الانحدار، ترى هذا هو فعلا هذا الانحدار. البنية التحتية أهم شيء بالبنية التحتية شنو؟ الكهرباء. ترى سمو الأمير لما راح لقطر ولعمان في عندهم فائض كهرباء من الطاقة الكهربائية، خذينا منهم تقريبا 300 من الطاقة الكهربائية، في ربط ما بين دول الخليج في التيار الكهربائي، بحيث أن أي دولة تحتاج إلى تيار كهربائي يتم يعني تعويضها من الدول اللي عندها فائض في التيار الكهربائي. حاليا حتى العراق يعني راح ينضم إلى منظومة ربط التيار الكهربائي الخليجي. قبل تقريبا يمكن 10 أيام أو 5 أيام تم إرسال رسالة من تطبيق سهل إلى يمكن جميع المواطنين أو اللي عندهم معدات كهرباء بضرورة تسديد الفواتير. الديون الغير محصلة، الديون مثلا وزارة الكهرباء تطلب الناس والناس ما دفعت، سواء كان أي قطاع أو كويتيين أو غير كويتيين، تقريبا أكثر من 300 مليون. يعني ممكن أن الدولة يعني تقوم بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. ترى الصيف هذا أتوقع أنه راح تمر علينا أيام صعبة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. الكويت من 20 سنة ما بنت أو أنشأت محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. مسؤول صرح لجريدة القبس قال أن سبب انقطاع التيار الكهربائي تقريبا الآن على 31 منطقة في الكويت هو توقف العمل بمحطة أو محطة رئيسية للتيار الكهربائي، أو يمكن هذا المحطة لتوزيع التيار الكهربائي. غير أن الدولة ما بنت من 20 سنة محطات لتوليد الطاقة، في أمور أخرى هي السبب في انقطاع التيار الكهربائي. الحرارة، زيادة الحرارة، مناطق جديدة دخلت مثل عبد الله المبارك وغيره، والعمالة الهامشية أو العمالة الغير قانونية اللي حاليا مخالفين للإقامة. لكن يفترض أن وزارة الكهرباء على الأقل، يعني صحيح أنه ما في استقرار سياسي، كل شهرين ثلاث شهور وزير جديد، بس الكهرباء المفروض وزارة الكهرباء من الوكيل والوكلاء المساعدين يعني تأخذ احتياطاتها على الأقل، يعني تسوي حملة لترشيد استهلاك التيار الكهربائي للناس. في محطات يعني محطات جاهزة توصل من برا، فهذه المحطات تشتغل إذا كان في نقص في التيار الكهربائي. أنا ماني مختص لكن أنا قاعد أقرأ